سن گشت ول خائتی انتی آناستاسی سن تنی رب موت نم بی اون خنت بی اون نیو آمی Τι να να α α α α α σε σω Nayeron shenhet harom sotemeron وارفع الوباء عنا وارفع غضبك عنا واغفر لنا خطايانا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار مكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك Remember also our pastor, those who have bidden us to remember them in our prayers and supplications, which we offer up unto you, O Lord our God. Those who have already fallen asleep, repose them. Those who are sick, heal them. For you are the life of our soul, the salvation of our soul, the hope of our soul, the healing of our soul, and the resurrection of our soul. سماع الإنجيل المقدس والزمان مشارة الإنجيل لماري معلمنا لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين بالشوزة وبالنوت وانتو ديلو بنورو ترين
يسوس بخلصوس بشيله مبنودي ادونك من ابشايني بيوفا بنودي بي من تراتي المدامي لبينا داود ان ابو الملك الطاهر بركاته على جميع نائمين السماء يا الله صلاتي لاني اليك يدي كل بشر كلام مخالف الناموس قد قوي علينا مبارك الهادي باسم الرب ربنا وإلهنا وخلصنا وملكنا كلنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم الى ابد امين. فخطبهم بهذا المثل قائلا اي انسان منكم له 100 خروف وضع واحدا منها لا يترك 99 في البريه ويذهب يبحث عن الضال حتى يجده فان وجده يعمله على منكبيه فرحان وإذا جاء إلى المنزل يدعو أصدقاءه وجيرانه قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال. أقول لكم إنه يكون فرحهم في السماء بغرض واحد يتوب أكثر من 99 برلا الذين لا يحتاجون إلى توبة أو أية امرأة لها 10 دراهم إذا ضاعت واحد منها تترك سراجا وتكنس البيت وتطلبه باهتمام حتى تجده فإن وجدته دعت صديقاتها وشراتها الصديقات قائلا لهن افرحن معي فإني قد وجدت درهم الضائع. هكذا أقول لكم إنه يكون فرحا قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب. فلاسيمون تكريو كلناتي إيرني باسي أيها السيد ربي يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة سيابس قد تعقل ربطات خطايانا وقبل أن نصلنا تعمل لك كل سكة دربي عبيدك رب المنحمج المقدس أباء وابناء خطا ضعف الزكنا رب رحمة قد تعقل ربطات خطايانا وكنا أخطأنا إليك رب بعلم وبرعلم جزاء القلب الفاسر القلب وكل نوف أنت العرب وضعف البشر انعم لنا وفران خطايانا باركنا وطهرنا وحاللنا وحال كل شعبك وملك الكون والجب امين. الليل يا زك ثابت أمين بخريستوس بنوتي. يا أبانا الذي في السماوات
الناس هنطلع من دلوقتي كل احنا مركزين على الزميل، ما يصحش ان احنا نركز على حاجات اللي كان ازاي قول ما نركز على الزميل كده. فضل نصلي بشوي تنين جعلنا يا رب مستحقين ندعوك قائلين بشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفانا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. تسبح صلاة الساعة الثالثة من النهار مبارك قدمها المسيح ملكنا اليوم والآخر من 30 مزامير أبينا داود النبوي الملك الطاهر بركاته على جميعنا آمين. استجيب لك Thank you.
بشويسنا نانا بشويسنا نانا من الدنيا خن برانا مبيوت من بشيرني بدنا بما ثواب نوتنا قد سبب تريك أيك أجيبنا بماتي كنين كأيك استوسينا سنانا مين سبعت صلاة الساعة السادسة من يوم المبارك نقدم المسيح له نرجو نغفر لنا خطايانا من 30 مزامير معنا بدود النبي وبركاته على جميعنا آمين. زقساس وتيوس قدوس 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 حسن بشارة الإنجيل لمالي معلمنا حنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. And the comforter of the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, has come. He shall teach you all things and bring to remembrance all things that I have said unto you. My peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world gives, do I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard, now I said unto you, I go away and come again unto you. If you love me, you would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. And now I have told you before it comes to pass, that when it comes to pass, you might believe. I will not talk much with you, for the prince of this world comes and has nothing in me, but that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandments, so I do. Arise, let us go from here. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. يا كيسة من أينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين رسلك أطهر مكرمين ساعة السادسة زاد أنظامنا صار هلاك نزلك نجدد في أعشائنا قلبا نقيا نخلق فينا يا الله روحا مستقيما نجدد في أعشائنا لا تطرحنا من قدام وجهك الروح القدوس لا تنزعم منا ايها الرب نزلت الروح قدسك على تلاميذك القديسين رزق الاطهار المكرمين في الساعه الثالثه لا تنزعنا يا الصالح لكن نزلك نجدد في احشائنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكليم روحا مستقيما وحيا روح النبوه والعفه روح القداسه والعداله والسلطان القادر على كل شيء لأنك أنت أضياء نفوسنا من كل إنسانات العالم ارحمنا. يا وليد لا كرم الحقانية الحامل عقود الحياة نسألك أتمتنا عمرت من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوم فأمان يهي طريقنا لأنه إله خلاصنا آمين. Heaven, the King, the Comforter, the Spirit of Truth, who is present in all places and fills all the treasury of good things and life giver, graciously come and dwell in us, purify us, fall defilement to a good one, and save our souls. Just as you were to disciples, O Savior, and gave them peace, graciously come also and be with us. Grant us your peace, save us, and deliver our souls. Whenever we stand in your holy sanctuary, we are considered as those standing in heaven. O Mother of God, you are the gate of heaven. Open to us the door of mercy. يا رب اغفر لنا خطايانا وسامنا وزلاتنا وافتقنا من الله شعبك شوينا أبانا ماتنا خطنا زيرا قدر خطنا خطنا زيرا يا ربنا يا نفوسا يا رب وأقبل طلباتنا إليك لك مشاهدك المثلث يا رب أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خذنا لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار ربنا كالملك والكل السلام لكن ذنب شامك السلام لا تعلم قديس العذراء مريم وشفينا مجيوش سلام لك العذراء الملك الحقيقي السلام خير السلام وربنا سلام جاور يا
And seeing the multitudes, he went out to the mount. He went up on a mountain, and when he was seated, his disciples came to him, and he opened his mouth and taught them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sakes, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on the hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and gives light to all those who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Glory to God forever. Amen. من أجل الخطيئة التي تجرى عليها بناؤنا في الفردوس مزق كتاب سوق خطيئة المسيح إلهنا وخلصنا. أنا صرخت يا الله رب سمعني، اللهم استجب صلاتي، لا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعنا شاء وبكرك تظهر كلامي، أقول فأسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا ربنا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في وقت الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشب وحيت الميت بموتك الذي هو إنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحيا بالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طيش أمامها إلى الشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتي. إذ ليس لنا دال ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلا الذي ولد منك يا والد العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك ومقبول عند مخلصنا المطهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لنا رحم وقدر خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا ينقذنا فتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. Salvation in the midst of all the earth, O Christ our God, as you stretch your holy hands on the cross, therefore all nations cry out, saying, Glory to you, O Lord. We worship your incorruptible person, O good one, asking for the forgiveness of our sins, O Christ our God, for of your will you were pleased to be lifted up unto the cross to deliver those whom you created with from the bondage of the enemy. We cry out and give thanks to you, for you filled all with joy, O Savior, when you came to help the world. Lord, glory be to you. You are he, you are she who is full of grace, O Theotokos, the Virgin. We praise you, for through the cross of your Son, Hades fell down and death was abolished. We were dead, but we are raised, and became worthy of eternal life, and gained the delight of the first paradise. Therefore we thankfully glorify the immortal Christ our God. We believe in one God, God the Father, and Creator of the Creator, and one Allah, the Lord. Thank you.
ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين. يا حمل الله يا رافع خطية العالم كل اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا. آمين. كيريا ليسون Lord of Mercy. Lord, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, mercy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, have mercy, O Lord. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord of mercy. Lord, Kyrie eleison, Kyrie eleison, hear us and have mercy. Son, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Holy, 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 Kudus, Kudus. Our Father who art in heaven, ya Abba, and Allah is the one who is the one who is the one who is the one who is انتي بنجات رياض بيوت نمشير بابن وسواب ورين مكود جنتم بس سواب ان كاثوليك نبصوليك نيجليزي ان داب نودي امين اريب بشسني طبين ناكي خون النايزرون نمني دون الودود ومينو ديرم بيك بيبول خن Elo yajed medin orami efeon hinake volem shoy sohen sog bente o medin efer shayna nise seyane rons fora shobo ero ka Amen. Amen.
en ebne magion amin evlogitos kirios tosios yestos yonas amin nies nos tiros moeb shois maroes moero vengenela uns tiro geab ebnaita groeria gono wantemes mientem shop shine amin Alleluia. Vetri ke yo ke agion devmati kenin ke ai ke sonse ona sone ona de min Alleluia. Shlele vlogite. Brosev Kisto City. Here in the Bati. It on the Mati. Marin Shebe Motan Tatvember ever was done evil night of not to be on the Mission, not on so dear. So is Vere, so Jeffrey Scavazi Nigon, Arvaz in Nero Navarre, on Shuf the Nero of the Azuiron, of the to the Inna Ventensha. Eri atayonu sai ensuvo marindilvo bodinjivare eron embaigozo vainim neodiron devino enere venim banto gradore vjoise venno ti prosevexasti iriele evni vjoise venno di banto grador vjoite menjoise venno di oven so di resos bechrestos نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لأنك تطرتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عضتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة ربك يرحمنا الله ويترف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام بينا التبع والمكرم باب الأنبا توادرس الثاني وشركاء في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف التبع والمكرم الأنبا يوسف أبينا الأسقف التبع والمكرم الأنبا بيمن أبينا الأسقف التبع والمكرم الأنبا يوسف أسقف بوليفيا أبينا الأسقف التبع والمكرم الأنبا بيزن ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة أد خطايانا يا رب ارحم من أجل هذا نتطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام وليالي حياتنا كل سلام مع مخافتك من كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة المقدسة وعن هذه الكنيسة وهذا الموضع المقدس وكل موضع مقدس نيزيزنا نيفن من تلنفري صاني منان جنزك بتكديس برشي شنان إيهوم يجن أفن من إيشيلي نمي جنتكم ترسن تابقاشي ولا تفن نيسا Hey,
لك يا رب خدام هذا اليوم، اباء الاساقفه والكهنه والشمامسه الكنيسه وكل الشعب اعضاء، فنكون محايين في مسيس القدوس الاب والابن والروح القدس، فهم الكنيسه الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسوليه ونفوها الاثنى عشر سوء في المناظر الى انجيل ماركوس السور الطارئ والشهيد والبطريرك القديس ساويروس ومعلم ديوسكوروس والقديس اثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن الشهيد الكهنه والقديس يوحنا بالفم القديس كيرلس القديس باسيلوس القديس اوروريوس ونفوها الاباء 318 المجتمعين بنقي 150 بقسطنطينيه والمئتين بافس وفم بين الطوبى ورئيس كهنتنا البابا الانبا تودروس الثاني وشركائي في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا يوسف وأبينا الأسقف المكرم الأنبا بيمن وأبينا الأسقف المكرم الأنبا بيزن وفم حقارتي لأنه من اسمك القدوس أهو الآب والابن الروح القدس آن وكل آن ودهر الدر كلها أمين. إن بني أورد ويود نارشين إصبابا بطا ودرس نمب يو Yeah.
إن النبي تني يمشي أنت بثوري محسن فانجي لسيس مرقس بيابو الصلاس بشو ويصري مطنان بكو إبون أنت النبي تني شينتني صواب انت باي امي اوي قطم فراني بنشوم نبيت النائب شياري بانخم بنيوت تايوت نار شير اسبابا أبا تواد روس بشوي صريمت نبيكو فولنتن النبيت شياري بانخم بنيوت تنزيك وصابا بسقابا سيب شويصاري مطنان بكم نبيت النائب شياري بانخم بنيوت تايوت انزيك وصابا بي من بيبت قابا سيب شويصاري مطنان بكم فولنتن النبي تنم يوتن ديك وصابا يوسف تيبول بيائب شوي صريمتنان فن النبي تنوئب شياري بانخم بنيوت تايوت انزيك وصابا بزل ديب فابا سيب شاي صاري Bolivia, Nimbeniote,
بك لي رسنا ملا وسير وغي خنب شوي جامي نس البولس فصم رسالة معلمنا بولس إلى أهل غلاطيا. بركات تكون معنا يا أبائي وإخوتي، أمين. فأقول اسلكوا بحسب الروح ولا تكملوا شهوة الجسد، فإن الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد، وهذان يقام أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذ أنقذتم بالروح فلستم تحت الناموس. وأعمال الجسد واضحة، التي هي الزنا والنجاسة والعهر وعبادة الأوثان والسحر والعداوة والخصام والغيرة والغضب والسخط والتحزب والانشقاق والبدع والحسد والقتل والسكر والبطر، وأمثال هذه التي أسبق. فأقول لكم أيضا كما سبقت فقلت، أن الذين يعملون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناه، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. أما الذين هم للمسيح يسوع فقد صلبوا أجسادهم مع الآلام والشهوات. فإن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بما للروح، ولا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. أيها الإخوة، إذا سقط أحد في زلة فإصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، نظيرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين. الكاس ليكون من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذ يعقوب الرسول، بركاته على جميعنا، آمين. فتأنوا أيها الأخوة إلى مجيء الرب. هو ذا الفلاح يتخخر ثمر الأرض الكريم متأنين عليه حتى ينال المطر، المبكر والمتأخر. فتأنوا أنتم أيضا في قلوبكم، لأن مجيء الرب قد اقترب. لأن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا، هو ذا الديان واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات والأناء، وتحب الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، وقد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب معه. لأن الرب متحنن ورؤوف جدا، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما الذي يصنع إرادة الله فهذا يزول.
الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم تكون معنا، آمين. فقال أغرباس لبولس: مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك. حينئذ بسط بولس يده وجعل يحتج: إني أحسب نفسي سعيداً أيها الملك أغرباس إذ أنا مزمع أن أحتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود، لاسيما وأنت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود. لذلك ألتمس منك أن تسمعني بطول الأنات. فسيرتي منذ حداثتي التي من البداية كانت بين أمتي في أورشليم يحرقها جميع اليهود، عالمين بي من الأول إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسيا، والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لأبائنا، الذي أصباتنا الاثنى عشر يرجون نواله عابدين بالجهد ليلا ونهارا. فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغرباس. لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق إن أقام الله أمواتا؟ فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري، وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرة من القديسين آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة وأضطرهم إلى التجديف. وإذ أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطان وصية من رؤساء الكهنة، رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. فلما سقطنا جميعا على الأرض سمعت صوتا يكلمني باللغة العبرانية: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخسه. فقلت أنا: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. كلمة الله، كلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة، آمين.
the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. Today is the second day of the blessed month of Baramuda. May God begin it for us in goodness and you for us in peace and tranquility, while our sins and iniquities are forgiven through the tender mercies of our Lord, my fathers and my brethren. Amen. On this day, Saint Christopher was martyred. This saint had unsightly look and the body of a giant, but his soul was good and gentle. When he was captured by the soldiers of the pagan emperor Decius, he admonished them for afflicting the Christians. The captain of these soldiers beat him severely. However, Saint Christopher told him, "If it was not for the command of Christ, which teaches me not to do unto others as they do unto us, otherwise you or your soldiers and your soldiers could not be delivered from my hands." When Decius knew about him, he sent 200 soldiers to bring him. On their way, they ran out of bread except for a little of it. He prayed, and God blessed that little bread, and it became an abundance. The soldiers marveled and believed on the Lord Christ, the God of Christopher. When they arrived to Antioch, they were baptized by the hands of Abba Paul the Patriarch. When Saint Christopher came before Decius, he became frightened from his appearance, but he tried to charm, persuade, and deceive him to deny Christ. Then he sent two beautiful women to make him fall into sin with them. He exhorted them, and they believed in the Lord Christ. They confessed their faith before the emperor, who ordered to behead them. Thus they received the crown of martyrdom. As for this saint, he was cast into a huge cauldron over hot fire, but no harm came upon him. The people who were present were amazed, and they believed in the Lord Christ. They came forward to remove him out of the cauldron, but the emperor ordered to behead them. The emperor finally ordered to hang a heavy rock from the neck of the saint and have him be thrown into a pit. However, the angel of the Lord took him out safely. When the emperor became weary, he ordered to cut Saint Christopher's neck. Thus he received the crown of martyrdom. The blessing of his prayers be with us all. Amen. On this day also of the year 1043 of the martyrs, 1327 AD, Pope Ioannis IX, the 81st Patriarch of Alexandria, departed. This holy father was born in the city of Nicaeus. When he grew, he went to one of the monasteries of Naqada in Upper Egypt. He became a monk by the name of Ioannis Naqadi. He lived in asceticism, prayers, and fasting, along with reading and contemplation. When the fame of his virtues became well known, the bishops and lay leaders unanimously agreed to choose him patriarch after the departure of his successor, Pope Ioannis VIII. He was consecrated pope by the name Ioannis IX on the first day of Beba, the year 1037 of the martyrs, 1320 AD. During his days, a vulgar street person incited mob action against the cops and destroyed many churches. Sultan Muhammad ibn Qalawan desired to punish those who incited the civil disobedience. However, the Mamluk princes calmed his outburst by claiming that this devastation was the will of God. The Mamluk and the princes desired the Coptic money and their endowments. 1 month later, many fires were ignited and they blamed the cops for setting them up to revenge what was destroyed of the churches. A sultan summoned the pope and introduced to him three Christians confessed of putting on the fires. The pope wept and said, "Christianity commands us to love and forgive. However, God willed to vindicate the cops from these accusations, for later on it was proved that the ones who caused these fires were not Copts. In spite of that, the devastation continued for months. Many churches were destroyed and hundreds of Copts were martyred. Sultan Qalawan issued an order for the Christians to wear blue turbans and forbade them from riding horses and mules. The one who rode his donkey had to ride it backwards. He forbade the Christians from attending public baths without a bell hanging from their necks. He forbade the princes from employing Christian scribes, and he expelled those who were employed by the Sultan because of the frequent attacks against the Christians that forced them to avoid walking in the streets. Grief overcame the Pope, for he could not go to the monastery of St. Mercatius to consecrate the Holy Mairun, nor take a pastoral visit to his wounded flock. Bishops and priests could not leave their places except after sunset, so they dedicated themselves to prayers until the storm had calmed down. Pope Ioannis did not enjoy the peace, for he did not live long. He departed after he had stayed in the apostolic throne for 6 years and 6 months. He departed at Harat al-Zawela and was buried in an Astur monastery. The blessings of his prayers be with us all, and glory be to our God forever. Amen. Ah.
Oh, say,
Disciples and holy pure apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be worthy to hear and to act according to your holy gospels. Through you, the prayers of your holy saints. Lord have mercy. اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا الذي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيه إحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامته مروت شاس خنتك لسيان تبيف لاوز او مروز مويرو فيت كاتدرا انت نيبرز في تيروز جي افكون انو ميشو تيب بريتنا نيسو افنا فين جينيت سلطان او افي On of Orkin James, choice of war and if om Nessif, Jens of beef or whip shiny, Katai taxi, semen she said, Choice of in I'm giving you to serve him, but three years she's Baba, but our draws be Mahis now. Nembeniote nebiskobos ava Yosef Nembeniote nebiskobos ava Bimen
نم بنيوتنا بنسكوبوس آبا يوسف تيبولي إيبيا نم بنيوتنا بنسكوبوس آبا بزل شايصة بياري بتنون خالي Cosmento agio evangelio if esmaru tenje fesnin khnevran bshoy senteni gum kirie flogison toka tomateun agio evangelio to anagnos ma sekereye قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة ماري معلمنا متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع من مذامير وتراتيل معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا يا رب استمع صلاتي انصت بحقك إلى طلبتي استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك إلهي فليرفعوا في كنيسة شعبك وليباركوه على منابر الشيوخ لأنه جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون ويفرحون الرب عن يمينك يا أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكاهن إلى الأبد على تقسيم الشي صادق الرب عن يمينك يا أبان الباب البطريرك المعظم الأنبات وادرس الثاني وشركائك في الخدمة الرسولية بين الأساقفة بين الأنبى يوسف وبين الأنبى بيمن وبين الأنبى يوسف أسقف بوليفيا وبين الأنبى بيزل الرب يحفظ حياتكم من اللي مبارك الآتي باسم رب إله القوات ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي
له المجد الدائم. أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل بعلة تطويل صلواتكم. من أجل هذا ستنالون دينونة أعظام. ويلون لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تدعون الآتين يدخلون. ويلون لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تجوبون البحر والبر لتوجدوا دخيلا واحدا، ومتى حصل سيرتموه ابنا لجهنم مضاعفا أكثر منكم. ويل لكم أيها القادة العميان والقائلون، من حلف بالهيكل فليس بشيء، ومن حلف بذهب الهيكل يطالب. أيها الجهالة والعميان، أيما أعظم، الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب؟ ومن حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي فوقه يطالب. أيها الجهال والعميان، أيهما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ فمن حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه، ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالحال فيه، ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعنى والشبس والكمون، وتركتم أثقل الناموس. العدل والرحمة والإيمان كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يسفون عن البعوضة ويبلعون الجملا، وين لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون، لأنكم تنظفون خارج الكأس والصحفة وداخلهما مملوءة خطفا ونجسان. أيها الفريسي الأعمى، نظف أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما نقيان. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبورا مكلسة يظهر خارجهما جميلا، أما داخلها فمملوءة عظام أموات وكل نجسين. هكذا أنتم أيضا تبدو ظواهركم للناس مثل الصديقين، وبواطنكم مملوءة رياء وكل إثمين. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأبرار، وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لما شركناهم في دم الأنبياء، فأنتم تشهدون على أنفسكم إنكم بنو قتلة الأنبياء. فكملوا أنتم أيضا مكيال أباءكم أيها الحياة وأولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟
من أجل هذا ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم بار سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذه كلها تأتي على هذا الجيل. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحيه، فلم تريدوا. ها أنا ذا أترك لكم بيتكم خرابا، وإني أقول لكم إنكم من الآن لا ترونني حتى تقولوا مبارك الآتي باسم المجد لله Creator, creator of heaven and earth and all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of once with the Father, by whom all things were made, who for us men, for our salvation, came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit under the Virgin Mary, and became man, and he was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and was buried, and the third day rose from the dead, according to the scriptures, ascended into the heavens. He sits at the right hand of his Father, and he's coming in his glory, to judge the living and dead, whose kingdom shall have no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, receives from the Father, who the Father, his sons, worship and glorified, who spoke by the prophets, and one holy Catholic Apostolic Church, we confess and baptize to the remission of sin. Is erection of the dead and the life of the so-called. Amen.
نسين أختي تسمحونا شليل فلوقيتي بروسف كيس تاسيتي إيريني با آسي إيقان وماتي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصائب من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب سرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تسكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميت السمائية بالمسيح يسوع ربنا أنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا ورحمنا تقدموا على الرسم قفوا برادة وإلى الشرق انظروا بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب املأنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك تأتي وخلصتنا
رحمة السلام ذبيحة حقا بالحقيقة مستحق وعادل فيا تشوف ابني بمشوف سفنوت انت ديم اسمي فيا تشوف خقوينيني ويتو ينور شايني فيا تشوف خنيت تشوتي اجم بيغدي بالسيفيوت في طبصم يوند في نبكايني ما في يوم نمنيتين خيتو تيرو افيوت بن شوي سوا بن نود وانسو تير اسوس بغلسوس في طبصم يوتر في فولو تطفنيتو نافيرو نمنيتين سنافرون الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس قفوا يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرؤساء والسلطات والكراسي والأرباب والقوة وإلى الشرق انظر والقيام حولك الشهر وبهم يمتلون أعينا والسيرافيم ذو الستر الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلي برسخام الشرابيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صالحين قائلين قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك الله Choice penoti
الذي قبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النائم. وعندما خلفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النائم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الإنقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين. وفي آخر الأيام ظهرتنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا. آمين. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، وأنعم علينا بالميلاد الذي منفوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا وسيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نازل إلى الجحيم من قبل الصليب. حقا عنه آمين. وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما الموجزة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد حسب أعماله. رحمتك يا رب وليس كخطايا العظيم الذي للتقوى لأنه في موارزم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يدي طارتين لدينا بلا عيب ولدنا ذي الطوبة ويدين المحييات. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة نحو السماء إليك يا الله أبا وزيد كل أحد وشاكرا آمين. آمين. لقوات التلاميذ القديسين رزاة هار مكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا وجسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين
يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. هكذا الكأس أيضا بعد العشاء إذا جاء من عصير الكرمة والماء وشكرا آمين وبارك آمين وقدس آمين وعيدا نؤمن ونعترف ونؤمن وأعطى أيضا لخواص التلاميذ القديسين رسل الأطهار المكرمين قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا ودمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري هذا هو أيضا بالحقيقة آمين For every time you eat of this bread and drink of this cup, you proclaim my death. Confess my resurrection and remember me. Till I come. Amen, amen, amen. Your death, O Lord, we proclaim your holy resurrection and ascension into the heaven, we confess, we praise you, we bless you. Thank you, Lord, and we entreat you, our God. Commemorate his holy passion, his resurrection from the dead, his ascension into the heaven, his sitting at your right hand, O Father, and his second coming from the heaven, awesome and full of glory. We offer unto you your gift from what is yours for everything concerning everything and in everything. Worship God in fear and trembling. We pray.
praise you, we bless you, we serve you, we worship you. Let us attend, amen. I believe, amen. Again, I believe. Jesus Christ given for the salvation of sins and the eternal life with those who partake of it. Amen. Have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. مستاقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدسك طارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. كنيسة الله الأرثوذكسية يا رب ارحم. هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب بطريركنا الآب المكرم رئيس الأساقف أنبطة ودروس الثاني وأخويه الروحيين مارق ناطيوس إفرام بطريرك انطاكيا وأبونا أنطونيوس الأول بطريرك إريتريا وشريكه في الخدمة الرسولية أبانا الأسقف المكرم أنبا يوسف وشريكه في الخدمة الرسولية بان الأسقف المكرم أنبا بيمن وشريكه في الخدمة الرسولية بان الأسقف المكرم أسقف الأنبا يوسف أسقف بوليفيا وأبونا الأسقف المكرم الأنبا بيزل. صلوا من أجل رئيس كهنتنا الباب المعظم باب الأنبا تودروس الثاني وأخويهم الروحيين البطريرك الأنطاكي ماري إغناطيوس إبراهام الأول وأبونا بولس بطريركي إريتريا وشركاء في الخدمة الرسولية أبينا الأساقفة أبينا الأسقف التبع والمكرم الأنبا يوسف أبينا الأسقف التبع والمكرم الأنبا بيمن أبينا الأسقف التبع والمكرم الأنبا يوسف أسقف بوليفيا أبينا الأسقف التبع والمكرم الأنبا بيزل وسارت ثقفتنا
Orthodoxeyin. Ya Rabbo. يصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة رعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة وأخواتنا الشمامسة والإبوزياقونيين والسبع طغمات كنيسة الله. يا رب ارحم. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. يا الله الأب طابتا الكل. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة الآبائنا الأرثوذكسيين. سائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. يا رب ارحم. والساكنين فيها بإيمان تفضل يا رب هوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. اطلبوا عن هوية السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يبارك المسيح إلهنا ويكمل الثالمة بغير آلم ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب أصعدها كمقدارك نعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرص أن تكسر أثمارها أعدها للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك
يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا استكون لنا الكفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم remember all those who have brought to you this gift. They have been brought and those by whom they have been give them all the heavenly sane bente vek mono ge enis enshi tafaddal ya rab antaskur gami al quddisin alladhina ardawka mundul bad أبينا الأطهار رسل والأنبياء والرسل والمبشر والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان إنه ذئث إثمه إنه Eto in parsenos en seio neven ti se otokoses oweb ti a agia mari Θέτασεκ βεύνο τεπελός χεν ομέ εσμή. Βαλκοδίς Ιωάννα σάβεκ εσάβεκ βασάχιδ. Βαλκοδίς Ιφανούς ρίσσα μεσόλ εσσοχαδά ονάζρ ηλάχι λιγγίλ Μάρκος ρασούλ αττάχερ βασάχιδ. والبطر القديس سويس معلم ديوس كورس والقديس أسنسوس الرسول والقديس بطرس الشهيد رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذي الفم والقديس ودوسيوس والقديس توفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس أوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أوريوس صانع والقديس أوريغوريوس الأرماني والسنة والثمانية عشر مقطوعين بنقيا والمية والخمسين بقسطنطينية والمئتين بأفسوس وأبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبابولة والثلاث أنبا مكر القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا أنبا يونس القمص وأبانا أنبا بشوي الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبانا أنبا بولة تموح حسقيال تلميذه
وسيدي الأبوين القديسين روميي ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيد شيوخ شهاد والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كما ألقيت وابن أنبا ديان القموس وابن أنبا سيزر القدس وابن أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه وابن أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويس تلميذه وكل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولون أسمى بين البطارق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ويغفر لنا خطايانا مقدسة فلتكو معنا آمين المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب كل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنيعوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب نيح نفس عبدك الشمات نادر هارون في أحضان القديسين في أورشليم السماية في ذلك الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتناود في نور قديسي ربنا بنا وقوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة أبائنا الأساقفة أبائنا القمامسة أبائنا القسوس وأن ينيح نفس عبدك البار الدكتور نادر هارون عبد الله مع أبائنا القديسين وإخوتنا الشمامسة أبائنا الرهبان أبائنا العلمانيين والنياح كل المسيحيين لكي المسيح لنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمتان
ويغفر لنا خطايانا. نيحهم في فردوس النائم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. وهكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى دهر دهور آمين. اهدينا إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس بكل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم. روحك أيضا أيضا فلنشكر الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. وأيضا فلنسأل ويجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسراره الإلهية الغير الميتة. الجسد المقدس اسجد لجسدك المقدس والدم الكريم اللذين لمسيح الضابط الكل الرب إلينا يا رب ارحم ارني وارضي Oh.
هو الله الرحيم مخلص كل عاد الذي تجسد لأجل خلاصنا الذي أضع لنا الغطاء الذي صام عنا 40 يوما و40 ليلة بسرلين لينطق به يا ليسون كير يا ليسون يا رب الذي أنقذنا من الموت وأعطانا جسده المقدس ودمه الكريم لغفران خطايانا الذي كلم الجمع تلاميذه القديسين ورسل الأطهار قائلا هذا هو خبز الحياة الذي نزل من السماء ليس كما أكل آباكم المن في البرية وماتوا من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد وأنا أقيمه في اليوم الأخير يا ليسون كير يا ليسون يا رب رها فلهذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نجرب دالة بغير خوف أن نصرخ إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين بالمسيح يا ربنا كيف لا سيمون تكريو آمين برونس خومن سيرو متفوفو آمين إيرني باسي اذكر يا رب كل ولادك وبناتك اللي بين يديك كل واحد باسمه كل واحد باسم الحاضر معنا والغيب عنا اذكر يا رب الذين ليس لهم احد يذكرهم يا رب اذكرنا يا رب مرضى شعبك يا رب يشفيهم شفى عبدك علمي ونسوي لك الذين سبقوا فرقد ربنا نفوسهم نفس عبدك نادر يا رب كل ولادك وبناتك لو ضيق او في شده يا رب كل شعبك رعاتك ورعيتك يا رب رب ضعفنا ايضا حالنا وحالنا يا رب سلامة كنيستك الواحد رئيس اخواتنا البابا الانبا تودروس الثاني شركاء انبا يوسف عندنا انبا يوسف بوليفيا انبا بيزل اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها خلصت حقا ومع روحك بخوف الله ننصت امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين واحد بالقدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين.
ويرني باسي اتوب نفماتي سوما جون كيمتي ميونا ليسينوس خرستو دويو توسيو إيمون أمين أبيون كيميون سوما كيما ليسنون إيسو خرستو يوتو سيئو إيمون أمين إيسوما نمبي إسنو فنتي إمانويل فنوتي ويبيخ النومس مي أمين آمين تناتي آمين 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 تناتي 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 وتيرون لكين شابني في الخائي يس ايتي سرق سرف تان خطاب كنو غني سنشير من شو سوا بنوتي ونسوتي رسس برسوت شتي فوت كنت جزين نبت رين تسوت وكو سوا بتي آقيا برسينا مريا أبايتو آيت مسنوت خدميتا دمك دميتا سوا دميتا شفتي يا أمير نار بندس بلاز مشي سوا من تبو السفروس خم بوشون ترين بالحقيقة تؤمن أن له تولو مفارق نسوت والعظيم طرفة عين يعطانا خلاص وفران خطايا حياتنا أبدية كل من يتناول منه تناتي 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 جزايتين واسمي آمين 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 أن هذا وبالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعنا رنتلوا بنشيدنا هللويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة الزكية يا رب ارحم sin and forgive us. Therefore, mind, grant us with your fear all envy, temptation, all the work of Satan, the counsel of wicked men, and the rising up of enemies hidden and manifest. Take them away from us. And from all your people, and from this soul, and from this your holy place. But those things which are good and profitable do provide for us, for it is you who have given us the authority to tread on serpents and scorpions and upon all the power of the enemy. Eia bientenia angelos sheregami parthenos etas mes ben soti sos bechresos serenes te vinere
God, according to your great mercy and according to the multitude of your compassions, blot out my iniquity, wash me thoroughly from iniquity, and cleanse me from my sin. For I am conscious of my iniquity, my sins at all times before me. Against you only I have sinned, done evil before you, that you might be just in your sayings and might overcome when you are judged. For behold, I was conceived in iniquities, and since my mother conceived me. For behold, you have loved the truth, you have manifested to me the hidden unrevealed things of your wisdom. You shall sprinkle me with your hyssop, and I shall be purified. You shall wash me, and I shall be made whiter than snow. You shall make me to hear gladness and joy, the humble bones shall rejoice. Turn away your face from my sins and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and a new right spirit in my inward parts. Do not cast me away from my face, and do not take your Holy Spirit from me. Give me the joy of your salvation, uphold me with directing spirit. Then I shall teach the transgressors your ways, and the ungodly men shall turn to you. Deliver me from blood, O God, the God of my salvation, and my tongue shall rejoice in your righteousness. O Lord, you shall open my lips, and my mouth shall declare your praise. For your desire sacrifice, I would have given it. You did not take pleasure in burnt offerings. The sacrifice of God is a broken spirit, a broken, humbled heart God shall not despise. Do good, O Lord, in your good pleasure to Zion, and let the walls of Jerusalem be built. Then you shall be pleased with sacrifices of righteousness, offerings and burnt sacrifices. Agiop nevmati kenin kei ken stosi onan stoni onan emin alleluia. من تراتيل مزامير ابينا داود النبي والملك الطاهر
بركاته على جميعنا أمين. أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرجت في الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينا. هللويا. لتحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. ضللت كشاة ضال أطلب عبدك لأني لم أنسى وصاياك. سمى السماوات للرب أما الأرض فأعطاها لبني آدم. ليس الأموات يسبحون الرب ولا من ينحدر إلى الأرض إلى أرض السكوت، أما نحن فنبارك الرب من الآن وإلى الدهر. أحببت أن يا رب يسمع صوت صلاتي، صوت تضرعي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياتي. اكتنفتني حبال الموت، أصابتني شدائد الهاوية، كابت ضيقا وحزنا وباسم الرب دعوت. أه يا رب نجي نفسي، الرب حنان وصديق وإلهنا رحيم. الرب حافظ البسطاء، تذللت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى راحتك، لأن الرب قد أحسن إليك، لأنك أنقذت نفسي من الموت وعيني من الدموع ورجلي من الزلل. أسلك قدام الرب في أرض الأحياء. هللويا. تنشتمك بخير صاص دمك يوتنا صاص دمي ابن ضماي صواب جيابك صوتي مناينا نسبتي ونصطا سيس انت Whoa, whoa, whoa.
choice maem ton en no fc chitiro ballo se vo kem ven choice sos me kristos bia vos tolon set sa Vinembe
Paul, the servant of our Lord Jesus Christ, called to be an apostle, appointed to the gospel of God. A reading from the first epistle of our teacher, St. Paul, to the Corinthians. May his holy blessings be with us all. Amen. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen by Cephas, then by the 12. After that, he was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. After that, he was seen by James, then by all the apostles. Then last of all, he was seen by me also, as by one born out of due time. For I am the least of the apostles, who am not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and his grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it was I or they, so we preach, and so you believed. Now, if Christ is preached that he has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, then our preaching is empty, and your faith is also empty. Yes, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he did not raise up, if in fact the dead do not rise. For if the dead do not rise, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins.
then also those who have fallen asleep in Christ have perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. But now Christ is risen from the dead, and he has become the first fruits of those who have fallen asleep. For since by men came death, by men also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. But each one in his own order, Christ the first fruits, afterward those who are Christ's as his coming. The grace of God the Father be with you all. Amen. Yeah.
Osios, Agios Yeshiros, Agios Asam, Anatos Oestavratis Demes, Eleison, Jesus Christ, our God, who said to Saint Leonard, disciples and holy apostles, many proofs and rites men have desired to see, the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard. Remember also our Master of those who have bidden us to remember them in our supplications and the prayers which you offer up unto you, Lord our God. Those who have already fallen asleep, repose them. Those who are sick, heal them, for you are the life of our soul, the salvation of our soul, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. Oh.
من مزامير وتلاتين معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا. طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك. تستجيبنا يا الله إلى خلاصنا. يا متكي الجميع أقاصي الآن. اللهم ترف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا أمين. فقال يسوع لهم: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئاً إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك، لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للإب لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. الحق الحق أقول لكم، أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق والحق أقول لكم، إنه تأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا، لأنه ابن الإنسان. لا تتعجبوا من هذا،
فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. والمجد لله دائما. In the name of the Trinity. The Father and the Son and the Holy Spirit. This very soul. Trinity, one in essence, the Father, the Son, and the Holy Spirit, this very soul for whom we are gathered, O Lord, repose him in the kingdom of the heaven. Open unto him, O Lord, the gates of heaven, and receive him unto you according to your great mercy. Open unto him, O Lord, the gate of righteousness, that he may enter therein and rejoice there. Open unto him, O Lord, the gate of paradise, as you opened unto that thief. Open unto him, O Lord, the gate of the kingdom. May he be a partaker with all the saints. Open unto him, O Lord, the gates of rest, that he may sing with all the angels. May he be worthy to see joy. Let the angels of light lead him to the life. May he repose in the bosom of our fathers, Abraham, Isaac, and Jacob Israel. Forgive him his sins, which he has aforetime committed, both knowingly and unknowingly. For you, O Lord, know the feebleness and weakness of humanity, and in your mercy give consolation to all whom he has left behind and to his household, and give unto them patience and a good heavenly reward. Through the intercessions of Our Lady Mary and all the whole choir of heaven, let both your mercy and your help be with your people, grant them coolness, establish us in your Orthodox faith, be a protector unto us, we the faithful. We worship you, O Christ, with your good Father and the Holy Spirit, for you were crucified and saved us. One God, God the Father, and the Bento Creator, creator of heaven and earth, all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of once to the Father, by whom all things were made, who for us men, for our salvation, came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man, and he was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and is buried, and third day rose from the dead, according to the Scriptures, ascended into the heavens, he sits at the right hand of his Father. He's coming again in his glory to judge the living and dead, whose kingdom shall have no end. Yes, we have the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, proceeds from the Father. Father, sons, worship and glorified, who spoke by the prophets, and one holy Catholic apostolic church, we confess and baptize the remission of sins. Amen.
pneumati. Again, let us ask God the Pantocrator, the Father of our Lord God and Savior, Jesus Christ. We ask and entreat your goodness, O lover of mankind. Remember, O Lord, the souls of your servants who have fallen asleep, our fathers and our brethren. Fathers and brethren have fallen asleep in repose in the faith of Christ since the beginning. Our holy fathers, the archbishops, our fathers, the bishops, our fathers, the hegumens, our fathers, the priests, our brethren, the deacons, our fathers, the monks, and our fathers, the laymen, and for the full repose of Christians, that Christ our God may repose their souls in the paradise of joy, and we too accord mercy unto us and forgive us our sins. Graciously, O Lord, repose all their souls in the bosom of our holy fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Sustain them in a green pasture of celestial waters in the paradise of joy, the place out of which grief, sorrow, and groaning have fled away, in the light of your saints. Raise up their bodies also on the day which you have appointed, according to your true promises, which are without lie. Grant them the good things of your promises, that which an eye has not seen, nor ear heard, neither have come upon the heart of man, the things which you, O God, have prepared for those who love your holy name. For there is no death for your servants, but a departure, even if any negligence or heedlessness has overtaken them as men, since they were clothed in flesh and dwelt in this world. O God, as a good one and lover of mankind, graciously accord, O Lord, to repose and forgive them your servants, Orthodox Christians, who are in the whole world, from the east to the west, and from the north to the south, each one according to his name, and each one according to her name. For no one is pure and without blemish, even though his life on earth be a single day. As for those, O Lord, those souls you have taken, repose them, and may they be worthy of the kingdom of the heavens. As for us, grant us our Christian perfection that would be pleasing to you, and give them and us a share and inheritance with all your saints. الله الأبدي عالم الخفايا قبل كونها العالم كل شيء الذي أخرج الكل إلى الوجود مما يكن الذي بيده سلطان الحياة والموت الذي ينزل إلى أبواب الجحيم ويصعد إن خلقتك للإنسان هي بسرك العجيب يا سيدنا كذلك انحلال خلائقك الزمني وقيامتهم الأبدية أنت الذي نعترف لك بالشكر على كل حال على دخولنا للعالم وطريقة خروجنا
عن رجاء القيامة. نبارك ظهور مسيحك والبنوة التي أعطيتها لنا به لما تنازل إلى أوجاعنا وأقامنا معه إلى عدم الأوجاع. اقبل أيها السيد هذه الوديعة الطاهرة التي لنفس عبدك نادر هارون، واحفظها في النياح إلى القيامة وظهور مسيحك في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الموضع الذي هرب منه وجع القلب والكآبة والتنهد. وإن كان صنع شيئا من الخطايا إليك مثل البشر، اغفر له يا رب وسامحه، ولتنزل عنه سائر عقوباته، لأنك لم تخلق الإنسان للهلاك بل للحياة. نيحه في هذا المكان، ونحن أيضا يا رب ها هنا، ارحمنا واجعلنا مستحقين أن نعبدك بغير انشغال. حزان القلوب يا رب عزيهم، الباقون بعد وأعنهم، الأيتام منه علهم، الذين حضروا وشاركونا في هذا الحزن، ارحم الجميع وباركهم يا رب. أعطهم أجرا سمائيا في الدهور الآتية وإلى أبد الأبدين، لأنك أنت إله رؤوف ورئي ورحيم ورؤوف. أنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد والإكرام والسجود، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان ولا دهر الدهرين. أمين. ولا لازم ترك دي. From my entire family, my mom, Genevieve, Mikhail, my brother Mina, Harun, my sister Miriam, Azmi, my sister Irini, Mikhail, and me, Carlos Harun. For Dr. Neder Harun Shahata. My dad, our dad, Bubba was a Christian, a husband, a father, a friend, a helper, and a healer. All of these things combined in one thought, one title, or overall one word, is giver. Everyone who knows my dad knows he was always a man of extraordinary giving. Giving of his treasures, his talents, and his time. He gave to his family, he gave to his friends, and he gave to his church. He gave without question, without hesitation, and oftentimes without much precision either. Regarding his treasures, I remember times at the airport flying back home, or rather flying back to Philadelphia for school, asking my dad if he happened to have a $20 bill for some lunch. And each time, he would dip his hands into his pockets and grab every bill his fingers could reach, and then literally hand me everything he had made that day at work, dumping it into my arms. You can ask each one of us, Mama, Mina, Maria Marini, and they would tell you the exact same story, a story that his friends across the world will oftentimes telling you, give you truly all of his treasures without precision and without hesitation. Regarding his talents, Dad's impact as a physician was immense. In Egypt, he was trained in infectious diseases, but he nevertheless simultaneously fixed bones, delivered babies, and treated heart disease as well. From walking my three siblings through their first days on this earth, to soothing my grandma on her last days on this earth, my dad cared for people literally from birth to death.
from the people in this church to those watching across the world. If you look to your left and to your right, I guarantee that one of those people have benefited from Bubba's medical advice, and the other has had a wrinkle or two flattened by some of his Botox injections. Regarding his time, Dad tirelessly helped others in so many roles. Dad was an immigration lawyer, a real estate agent, a car dealer, a farmer, a matchmaker, and the list continues to go on. He would spend so much time on other people to the point that I would get so angry at him. No matter my complaints, though, he still carried on and always dragged us along with him. On one specific night that I will never forget, he had me write 3 asylum request letters for kids who wanted to come to America from Egypt for schooling. Children who Dad didn't even know the names of. And Babiman had simply emailed him with 3 names, and that was enough to get him on the task. Dad would step up to help bring those kids to America, no matter the struggle, no matter the frustration, no matter the exhaustion he or I would feel that night. He gave to those close to him, but he also gave to strangers. Dad, at his core, brings to mind Christ's words from the Gospel of St. Matthew, chapter 25. Words that I know Christ said face to face to him on Monday. Then the king will say to those on his right hand, "Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me." On behalf of my whole family, we would like to thank you, each and every one of you, for your prayers, your condolences, and every word of support that you gave to us. We are incredibly thankful. Thank you for being here, either in person or online. And thank you to those who respected us and the COVID-19 restrictions by not coming to offer condolences in person. Dad's purpose on this earth was to give and to give selflessly. Although it's hard for us, and for me to accept, his purpose on earth is complete. Before now, Bubba was limited by his physical body and his ability to give. Now he will have no bounds to his giving in a spiritual body. Thank you guys for coming. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God, amen. In the sermon on the mountain, our Lord Jesus Christ said, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." The word merciful applies on our beloved brother, Nader. As Kyrillos mentioned in details, but of course he couldn't cover everything, how he was merciful, giving selflessly, helping people, not only giving money, but giving from his time, giving from his effort, helping people in so many different ways. People, the newcomers who came here, he helped them to establish. People who has issues with, for example, immigration and their paper, he helped them. Although he was a physician, but as Carillo said, he was actually helping in different ways in life. I remember a few years ago when state of Florida allowed physicians who passed the board, who passed the qualifying exams, without, they can work as physician without residency.
Nader helped many, many people to move to Florida and to start practicing medicine for those who couldn't actually get their into the residency program. Nader, what I know about him, he is always, always a merciful man, giving in generosity and in love to every single person, not only his friends, not only those whom he know, but even those whom he doesn't know. Of course, his service in the church, he was in the board of deacon for more than one term, and his insight and his contribution actually helped a lot in the establishment of St. John the Baptist Church here in Miramar. We will miss him, but definitely he is in a better place praying for us as we will be praying for him. We ask the Lord to repose his blessed soul in the paradise of joy and to comfort his family, his wife, his children, his siblings, his family, immediate and extended family, all his friends, to comfort them with the comfort of the Holy Spirit. And on behalf of all the clergy of the Southern Diocese, and on behalf of St. Mary and St. Damiana Convent in Georgia, and on behalf of St. Mary and St. Moses Abbey in Texas, and on behalf of our beloved fathers, His Grace Bishop Basil and His Grace Bishop Gregory, I will extend actually the condolences to all the family, asking God to comfort all of them through the prayers of our beloved father, His Holiness Pope Tawadros, and the prayers of my beloved father, His Grace Bishop Beeman, and His Grace Bishop Yusuf of Bolivia. And now we will listen to the words of the Holy Spirit on the mouth of His Grace Bishop Yusuf of Bolivia. Glory be to God forever and ever. Amen. بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. اخريستوس انيستي المسيح قام. وانا عارف ان احنا في ايام الصوم، لكن دايما الكنيسه واحنا سمعنا لسه سامعين في الكاسيليكون النهارده رساله معلمنا بولس الرسول وبيتكلم عن قيامه الاموات. لو ما فيش قيامه يبقى ديانتنا وكرازتنا دي باطلة. فاحنا دايما بنبشر بالمسيح القائم من الأموات. عشان كده يمكن كلنا مجتمعين النهاردة فرصة واحنا بنقول للناس كلها اوعوا تنسوا ان المسيح قام. المسيح قام يعني الموت دوت خلاص ما كانش او ما بقاش زي الأول. الخوف والرعب زمان كان في آية كده هوت موجودة في يشوع ابن صراخ يقول كده ايه، تذكر الموت ده حاجة مريرة، حاجة صعبة جدا، مجرد بس نتذكر الموت. لكن دلوقتي احنا واحنا موجودين وفي واحد بنقول عليه منتقل، مش بنقول عليه الكنيسة مش بتعلمنا ده مات، لا ده بيقول انتقال لعبيدك، مش موت لعبيدك بل هو انتقال. انتقال ده يعني من مكان لمكان احسن، هي الكنيسه بتعلمنا كده. عشان كده احنا ما بنخافش الموت. المسيح كده لما قام من الاموات وكان بكوره الراقدين، اين شوكتك يا موت؟ خلاص الموت اتغلب. عشان كده واحنا مجتمعين النهارده بنقول بنودع على رجاء القيامة، لأن احنا عارفين ان احنا هنتقابل تاني، هيبقى في حياة تانية، إلا يبقى موقف النهاردة صعب جدا وما فيش حد يستحمله. صحيح الفراق صعب، صحيح انه مش هيبقى معونة، مش هيبقى موجود معانا بالجد. الثقة حياته العلمية وكل نواحي الحياة، ونادر في حياته الأسرية
كنا نشوف نادر ده الشديد، أو يعني أنا كان بالنسبة لنا في البيت شديد، لكن صديق ودود جدا. كورولوس اتكلم عن باباه وكدي كان صديق ليهم أكتر من أنه كان أبوهم، وكان كان نادر وهو مشي، لكن هيصلي لنا أكيد هناك في السماء. أنا واقف عشان أقول له نادر وحشتني وهتوحشني، ويعني هنتقابل في السماء، ويعني باسم الأسرة كلها بشكر أبي وسيدي صاحب الغبطة والقداسة البابا الأنبا تودروس الثاني، واتصل خصيصا بالأمس عشان أنقل لكم صلواته وتعزياته وبركته وسلامه ومحبته واهتمامه. أشكر أبي وسيدي ملاك هذه الإبرشية سيدنا الحبيب الأنبا يوسف، اللي من أول لحظة كان متابع وعارف ومتواصل، ويعني محبته كبيرة وقلبه كبير متسع، ويعني كلماته دايما مشجعة، وأنا عارف شموله لنادر والأسرته ولكل أفراد الأسرة الكبيرة، الأسرة الصغيرة والكبيرة، يعني متدفيين ومتغطيين وشبعانين من محبة سيدنا أنبا يوسف. ربنا يديمك على كرسيك سيدنا ويخليك لشعبك، تباركهم وتفرحهم وترعاهم وتعزيهم وتشملهم بكل حب وكل رعاية. طبعا سيدنا أنبا يوسف أسقف بوليفيا ومجيئه خصيصا أرسل لي رسالة طويلة، وهو جه كمان معانا النهاردة. وسيدنا الأنبا بازل حبيبنا اللي صلى معانا النهاردة، وسيدنا أنبا جريجوري أرسل لي رسالة واتصل بي، وكل أبائنا المطرنا مشاطرات واتصالات، وأبائنا الأسقفة في المجمع المقدس داخل مصر وخارج مصر. ويعني مش هينفع أقول الأسماء، هنقعد زمن طويل، لكن كلهم وبلا استثناء محدش تأخر، اللي ما عرفش يتكلمني واللي ما نزلش بوست على الفيسبوك بعتوا برسالة خاصة لي أو اتصل بي. أشكر كل ولاد الكنيسة الحلوين هنا والمجهود اللي بذلوه في المستشفى وبعديها وخرس الشمامسة وتعبهم ومحبتهم. النهاردة الصلوات اللي اتقالت يعني صلوات فيها بركة وفيها كوسة لنادر الحقيقة، يعني شكرا ليهم ولتعبهم ومحبتهم. شكرا لكل أفراد الشعب في مصر في كل نواحيها، وهنا في أمريكا في كل نواحيها. وفرصة كمان أتقدم بخالص وجزيل شكري لرجال الحكومة المصرية في إقليم قنا، سيد الوزير المحافظ وكل الأمنيين، السيد مدير الأمن وكل مساعديه، والأمن الوطني والأمن القومي كلهم اتصلوا وأرسلوا رسائل، كل الشخصيات العامة أعضاء مجلس الشعب مجلس النواب ومجلس الشيوخ اتصلوا وساهموا. شكرا لأحباء كثيرين الحقيقة يعني عرضوا أنهم يجوا معايا، ومنهم من جه أستاذ ممدوح فليب جه معانا، والدكتور بخوم جه خصيصا جاي من مصر معايا علشان يشترك معانا في هذا الوداع. شكر خاص لي والكل اللي كان عايز يجي وما قدرش يجي. والحقيقة يعني زي ما قال سيدنا أنبا يوسف، نحن نزف نادر للسماء، وهو اطلب من الرب لكي يعيننا كما أعانك، وليحفظ الرب شعبه ويحفظ كنيسته ويرفع عن العالم الموت والوباء والفناء، ويعطينا أن نقضي أيام غربتنا بسلام. بركة أمنا الطاهرة من نور مريم، وبركة شفيع هذه البيعة القديس ماري يوحنا المعمدان، وبركة
هذه الذبيحة المقدسة التي لمخلصنا الصالح التي أقيمت هذا اليوم وهذا الصوم المقدس. لإلهنا كل مجد وكرامة وعزة وسجود في كنيسة المقدسة من الآن والأبد. آمين. Zok sabatrike yoke ayum nevumati kenin kai onone mintanoshi volingoe moji obin shoi sisos vechresos vietovash pebe sabrose kechom cheme satanas shalav satim mono vona inana kichit charisim moises timet owe bentimel shi sadik timet chelo inti yakob bino gina inti masu sala bikat yesod bintai david tisofia inti so bim nevman barakliton vit avi jenni apostol osef shoy savi arim rechav tau yarat fin biniot itayut en ar sheref seba bavata wadros nem biniot en ebes kobos ava Sef nimbiniot in ebes kobosava, vimen nimbiniot in ebes kobosava, yuses tibolivia, nimbiniot in ebes kobosava, bezelev notivent, evetoglufejin, nesronos and admission, binaman say you and heri, contes of you and nogaji tirosava, sit and noet shall of kin, call him to have Christos area, Guntefken, novin, anival, heno, erin, katabef, nishtin, naikiriele. Kyrie phlogiston aminis moveroi moveroi stimatan yakoniem gumbiesmo Ye Christos benoti aminis shobi O King of peace, grant us your peace, establish for us your peace, and forgive us our sins, for thine is the power, the glory, the blessing, and the might forever. Amen. Make us, O Lord, worthy to pray thankfully. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. In Christ Jesus our Lord, thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. The love of God the Father, the grace of his only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, communion and gift of the Holy Spirit be with you all. Go in peace. The peace of the Lord be with you all. Amen. More the family will stand in the back of the church and they're asking, please, no shaking hands, no huggings, just show your respect, and then we will see you at the burial place. One family at a time, so please, if you can be seated, and the ushers will take you one pew at a time.